رسالتي لمحمد صلاح. أنا نشأة أكرم لاعب المنتخب العراقي، فخور جدا بيك، وأنا في وجهة نظري أنت أفضل لاعب عربي خير من مثل العرب في أوروبا، وأنت أفضل لاعب عربي أنجبة الكرة العربية، وأنت تستحق كل اللي أنت فيه، لأنك قبل كل شيء إنسان ومتواضع وراسم هدف في حياتك، ويوم عن يوم جالس توصل لأهدافك، وأنت ما تمثل فقط مصر، أنت تمثل كل العرب، وأنت تمثلني أنا شخصيا كنشأة أكرم لاعب عربي سابق، ومثلت عديد من الأندية وحتى المنتخب العراقي. فإحنا جدا فخورين بك بمستواك، بمسيرتك الرائعة، بالتواصل والاستمرارية، ديمومة الاستمرارية من ناحية المستوى الثابت والأداء الثابت، وفي كل مباراة نشاهد محمد صلاح مختلف في كل شيء من ناحية الأداء ومن ناحية تسجيل الأهداف. ماكو غير أن أتمنى لك التوفيق ومزيد من التقدم، إن شاء الله العالم ينصفك وأن تكون أفضل لاعب بالعالم إن شاء الله.